تعالوا نشوف وقائع المناقشات حول إصلاح الإدارة المالية العامة. خدت بالك الكلمة اسمها إيه؟ إصلاح الإدارة العامة. طب لما أنا بتكلم على إصلاح، ده معناها إنه الحوار مش شايف، يعني أنا بتكلم على مجلس الأمناء والمشاركين والمتحاورين والمتحدثين مش شايفين إنه كل حاجة صح، بدليل إنه لازم نتكلم في الإصلاح. طيب خلونا نرحب بدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسات ملكية الدولة وعضو مجلس النواب المصري. منور. ازيك عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. سيادة النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. منور. أهلا وسهلا. عامل ايه؟ كله الحمد لله. هو المفروض طبعا حضراتكم تقعدوا كلكم شمال النص، يعني حضرتك والدكتور ايمن تقعدوا شمال النص، بس ما يعني مش عارفين نلاقي يعني مكان نقول شويه يبقى اليمين فاضي، فساعتها هتحصل مشكله. طيب خليني هنا هبدا بالحته اللي انا ذكرتها مع دكتور ايمن على طول في مساله اصلاح الاداره الماليه العامه والسياسات والسياسات السياسات الماليه تحديدا والسياسات الصناعيه. هذا يعني انه ما فيش حد بيقول انه الامور 100% سليمه، صح؟ كلام مظبوط. هو طبعا الامور مش ممكن تكون 100% سليمه اساسا بشكل عام، يعني حتى امريكا نفسها اللي هي الناس اللي كانت بتحط القواعد الماليه للعالم كله وتتحكم في اقتصاد العالم كله بلا منازع، يعني عندها اشكاليه في هذا الاطار وراحت المجلس اللي راحت الكونجرس عشان ترفع سقف الدين وتعمل نوع من من صحيح. من التعامل مع الظروف الاقتصاديه العالميه اللي بتمر بيها العالم كله. يعني امريكا بتشتكي مش احنا بس، يعني العالم كله عنده ازمه ماليه كبيره جدا، وكل دوله بتحاول توفق اوضاعها الماليه وسياساتها الماليه بالشكل اللي ينجيها من هذا الضعف الاقتصادي العالمي. الحقيقه النهارده في الجلسه الحقيقه كان في اكتر من مقترح منضبط، تقدمنا بكذا حاجه. احنا بنشوف ان نوع من انواع الخروج من هذه الازمه هو ترشيد الانفاق بشكل او باخر وتوجيه الاستثمارات او الاموال الخاصه بالاستثمار للاستثمار المنتج مش للاستثمار اللي يتصرف بس على الاكل والشرب. حتى لما اتكلمنا في فكره عجز الموازنه وان في يعني نوع من انواع القروض اللي احنا بنستخدمها، القروض قد تكون منحه وقد تكون يعني ازمه كبيره. القرض الذي يوجه للاستهلاك فهو عبء طبعا على الموازنه العامه طبيعي. وبيتحمله المواطن. القرض اللي بيوجه للاستثمار وياتي منه عائد ده اللي احنا بندور عليه. امريكا، المانيا، اليابان اكبر دول في العالم عندها ديون قدنا يعني مليارات الاضعاف، لو حاب احط ارقام حقيقيه عندها بالتريليونات صحيح يعني اضعاف اضعافنا يعني صحيح. ولكن هذه الاستدانه وهذه المديونيه في الدول دي بتوجه للاستثمار كالعائد، زي اي مستثمر صغير لما عايز يكبر نفسه بيعمل ايه؟ بياخد قروض عشان خاطر يعمل مشروعات فتجني عليه ارباح فيسدد قروضه. فهي الاشكاليه لتوجيه واداره الاستثمارات او القروض تحديدا، يعني هي القصه كانت كده. اما فيما يتعلق بالنفقات وترشيدها، اتكلمنا على الانتقال، يعني صدر قانون الماليه العامه رقم 6 لسنه 22 واتكلمنا فيه على فكره الخروج بقى من الموازنه اللي بتتعمل بشكل تقديري مش منضبط، وكل جهه من الجهات تتسابق بانها تحط اللي عايز مثلا مليار يقول لك انا عايز مليار وربع على اعتبار انه هيبقى في مناقشات مع وزير الماليه ومع مجلس النواب فتوصل لحد المليار اللي هو عايزه هنفاصل. وهو اصلا مش محتاج اكتر من نص مليار فرضا يعني مثلا، والنص التاني ده يبقى حبس للمال العام يضيعه على مؤسسه تانية او وزاره تانية كان ممكن تستفيد بيه، ممكن تستثمره في حاجه. وبيبقى دايما في مبرر انا بشوفه مضحك، ما انا في الاخر خلص برجعها. وهو بيرجعها ده ما بترجعها ده، بس خلي بالك انه ده معناه ان انا المره الجايه وزاره التخطيط والماليه تيجي تقول لك انت طلبت مليار وانفاقك كان 500 صحيح. فانا مش هوري لك المليار دي تاني، مش هتشوفها خالص. ده علاوه على ان ال 500 اللي خدهم كان عليهم ارقام خدمه دين صح، يعني هو خسرنا فلوس بالفعل، ودي بنسميها احنا في عرف الاقتصاديين واكمل بيعرف الكلام ده كويس بنسميها جريمه حبس المال العام، لانك ضيعت على الدوله فلوس كتيره جدا فعلا وحملتها مالك ما لا تحتمل. ترشيد الانفاق، احنا القانون الجديد اللي هو رقم 6 اللي سالتك عليه بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على انتقال من موازنه البنود لموازنه البرامج والاداء. البرامج والاداء الكلام معناه كده ان الجهه الحكوميه سواء كانت وزاره او هيئه او خلافه هيبقى عندها مشروعات بتعملها خلال السنه، فهذا المشروع يسمى برنامج. يبقى انا عايز للبرامج اللي عندي او المشروعات اللي عندي ارقام محدده معمول لها دراسه جدوى متراجعه من مجلس النواب كويس جدا، الارقام محدده واضحه قدامنا وخلاص. بعدين نشوف بقى الاداء، ما اسمها موازنه البرامج والاداء. الاداء يعني ايه؟ تقييم ما تم. نقدر لاول مره نحاسب المؤسسه بشكل مالي عن طريق التقييم، هل المشروع اللي انت اخذت له فلوس مثلا 20 مليار و30 مليار ده جاب العائد اللي انت قلت عليه؟
طب ده لا في الحاجات اللي فيها ارباح زي الهيئات الاقتصاديه مثلا. طب بخلافها المؤسسات الخدميه، هل ال 20 30 مليار اللي اقتطعتهم من الموازنه العامه للدوله وعشان تعمل حاجه منفعه عامه سواء للتعليم او الصحه او المستشفيات، هل نفذتها بالفعل زي ما اتفقنا؟ هنا تقييم الاداء ده شيء جديد علينا وهيعمل نوع من انواع الشفافيه الماليه المرتبطه بان المواطن يبتدي يثق ان فلوسه بتتصرف بدقه شديده حقيقه. صح. طب انا هنا ارجع للست نائب اكل، وهنا هسال كامين سر للجنه الاقتصاديه تحديدا مش بس كمشارك في الحوار. انا النهارده وانا بشتغل على كل ده، طيب الصناعه مفترض انها تلعب عندي دور بالغ الاهميه، وهذا الدور بالغ الاهميه هيشتغل لي اكتر على مساله ان انا اوفي احتياجات داخليه، احتياجاتي المحليه، وان انا اقدر اوصل الى معايير انتاجيه تمكنني من ان انا اقدر افتح اسواق للتصدير، وتصدير لو صح التعبير كريمه يعني اودي اتحاد اوروبي وكلام من ده. السؤال ايه هو الرقم المعطل لعجله الصناعه؟ ما هو لازم يبقى في رقم بيعطل. انا دايما بقول في حاجه غلط. انا بشوف مستثمرين مصريين بياخدوا بعضهم وبيبداوا يستثمروا بره، سواء اذا كان في الخليج او بيستثمر في اوروبا او بيستثمر في امريكا اللاتينيه الى اخره، ما بيستثمرش هنا. لكن في نفس الوقت الاقي مستثمر اوروبي جاي لي يستثمر عندي في مصر. في حاجه مش مظبوطه بالنسبه لي في المعادله. هو الحقيقه ده موضوع يعني فيه وجهات نظر كثيره، لكن الحقيقه ان كل الدراسات حتى اتحاد الصناعات المصريه يمكن عامل مجهود كبير في القصه دي، وطلع اكتر من كل سنة بيطلع تقييم للعثرات اللي بتحصل للصناعة بسبب السياسات العامة المالية. الحقيقة أن من أبرز معوقات جذب الاستثمار الصناعي وزيادته في مصر هو تكلفة الامتثال الضريبي. بمعنى تاني أن أنا لما بحسب حساباتي كمصنع أو حد بيشتغل بيعمل قائمة تكاليف، هو عارف أن ضريبته 22%، لكن هو بيكتشف أنه بيدفع أكتر من 22%. ليه؟ لانه عنده مجموعه رسوم كتيره جدا، هي بتوصل تقريبا ل 30 لو انا متذكر مظبوط. لا يعني اتحاد الصناعات بيتحدث في 42% عباره عن ضريبه زائد رسوم. الرسوم دي بقى عباره عن رسوم يعني تراخيص مثلا الحمايه المدنيه، تنميه الصناعيه، رسوم بقى عد الصناديق الخاصه. ما عندوش مشكله انك تقول له 40%، بس قول لي، بس قول لي من البدايه، قول لي التكلفه، ما ابداش اعمل دراستي ودراسه الجدوى والشغل بتاعي على انها 22 وبعدين شويه الاقيها بتطلع ل 30 وبعدين على رايك توصل لحد 40. لا، ما المستثمر الاجنبي لما بيجي بقى بتغطيه شويه فرق العمله. يعني بتعوض له الحته دي، لكن بيعاني برضو مع تكلفه يعني زياده التكلفه، لان الموضوع ده مرهق جدا على المنشات. وانا يعني قبل ما ابقى نائب كنت مامور ضرائب. الموضوع ده مرهق جدا، لان صاحب الشركه او المصنع هو قاعد على الضرائب بس، هيجيله ست انواع ضرائب عشان يراجعوا مستنداته، مع ان ممكن واحد بس يعمل ده كله. ممكن كان في تجربه ايام الدكتور يوسف بطرس غالي على مامور الشامل، ان هو مامور واحد من الضرائب ينزل يفحص كل الاوعيه، لكن حصلت فيها عثرات. لكن ده جزء من العائق. الجزء الثاني ان برضو المستثمر ساعات بيبقى عنده دايما يعني اقول الارم دايما من عدم ثبات السياسات الضريبيه، ودي من الحاجات المقلقه جدا عند اي مستثمر كان محلي او اجنبي. عشان كده مثلا احنا في التنسيقيه بنطالب بوضع وثيقه للسياسات الضريبيه، يبقى في وثيقه ملزمه تقول ان احنا هنشتغل على سعر ضريبه لمده 20 سنه 10 سنين حسب ما ندرسها ونشوف النموذج اللي موجود في كل العالم. تبسيط الاجراءات، لان الاجراءات دي مرهقه ومكلفه. تاني حاجه ان احنا عندنا بعض الهيئات، وان كانت هيئات خدميه او حتى الهيئات الاقتصاديه، بيبقى احد مصادر دخلها من الرسوم اللي بتفرضها على المصنعين. زي مثلا هندي مثل هيئة تنمية الصناعة. هيئة تنمية الصناعة بتعمل شوية خدمات للمستثمرين لكن بتاخد فلوس. فتيجي تلاقي عندها عائد كبير. ماشي. طب حولي العائد ده للموازنة. في بقى مشكلة بقى هنا في الهيئات الاقتصادية. هل كلهم بيحولوا؟ هل الفائض كله بيتحول؟ في قوانين منظمة لبعض الهيئات تقول إن الفائض كله يتحول للخزانة. أو في هيئات قوانينها بتقول فائضها يتحول لها هي نفس السنه الجايه.
كل التكلفة دي جاية منين؟ من المصنع، من المستثمر. حتى احنا كنا بنتكلم في احد الجلسات مع رئيس هيئة تنمية الصناعة وقلنا له كده، قلنا له يعني شوف الرسوم دي، انت مش مفروض تكسب، انت مش معمول عشان تكسب، انت معمول عشان خدمة الصناعة، تنمية الصناعة يعني. وهتلاقي أجهزة كتير جدا، تنمية الصادرات بتاخد رسوم، انت بتنمي صادرات يعني. عشان كده موضوع المالية العامة موضوع صعب وشائك. لو باخد الرسوم بنسب محددة ومحسوبة بقى، بحيث ان انا اغطي نفقاتي على عيني وعلى راسي، انا بالنسبة لي مزيكا، لكن انا باخد الرسوم اللي ما مش عامل لها الحسبة او المعادلة بالمظبوط، وبالتالي هي بتتخطى بكتير بعد كده حجم نفقاتي كمؤسسة او هيئة، اصبحت انت مؤسسة هادفة للربح، وده مش دورك كحكومة. لو انا هيئة اقتصادية المفروض انها المفروض تحقق ربح علشان تقدر، اذا هيئة اقتصادية، اذا هيئة اقتصادية. لكن لو هيئة خدمية ده ما ينفعش. ولو هيئة اقتصادية احنا عندنا خلل في العلاقة ما بين الهيئة الاقتصادية، الهيئات الاقتصادية اللي عندنا اللي بلغت 59 هيئة دلوقتي، بالموازنة العامة. يعني احنا في تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لسه المقر البرلمان، العلاقة ما بين الموازنة والهيئات الاقتصادية سالب 182 مليار. صحيح. يعني ده رقم مهول جدا، ده معناه ان الهيئات الاقتصادية يجب ان تكون تحت النظر بالدراسة، لانها خرجت عن فلسفة وجودها خارج الموازنة. انا المفروض بدعمها خارج الموازنة عشان او يعني بديها شوية فلوس بسيطة عشان هي تجيب لي فائض اكبر. يعني بستثمر اموال الخزانة العامة عشان تجيب لي عائد اكتر. الحقيقة ان انا بقيت بخسر، فالملكية العامة دلوقتي بتخسر كده. ده معناه ان الهيئات دي بدأت تفقد الفلسفة اللي انشأت عليها. عشان كده مثلا احنا النهارده في الجلسه يعني كنا بنعرض في التنسيقيه وبنقترح في التنسيقيه، اولا ان احنا لازم نغير طريقه عرض الموازنه من باب شموليه الموازنه. احنا لازم نضم ال 59 هيئه دول يبقوا عرضهم موجود جوه الموازنه العامه طبعا. موحد اولا لسهوله الرقابه عندكم في البرلمان، ثانيا لان ده كان موجود، ده مش بدعه، ده كان موجود قبل سنه 79. الهيئات الاقتصاديه خرجت عن الموازنه العامه واصبحت موازنات مستقله في بقانون 11 لسنه 79. فاذا احنا عندنا سابقه تاريخيه بتقول انها كانت جوه الموازنه، كانت موجوده عندنا شويه معضلات محاسبيه، يعني ان احنا في الموازنه بنشتغل بالاساس النقدي، في الهيئات الاقتصاديه بتشتغل بالنظام الاستحقاق. يعني دي بقى الناس الفنيين المحاسبين يحلوها سهله. تاني حاجه انت عندك مشاكل تانيه ناتجه عن الصناديق الخاصه. الصناديق الخاصه دي موجودة في المحليات، موجودة في التعليم، موجودة في الجامعات، برضو بيبقى عليها بتسبب تكلفة على المستثمر إن كان مصنع أو تاجر، لأن أحد أوجه إيرادات هذه الصناديق هي الرسوم المحلية اللي بتفرضها المحافظات. فبرضو ده فيه فلوس كتير جدا بتدفع من المستثمر بتزود تكلفته، وهو ما بيبقاش شايفها، لأن كمان في مشكلة في قوانين أو يعني في القرارات بتاعة الصناديق الخاصة، ان هو بيقول لك الرسم من 5 جنيه هو بحد اقصى 50 جنيه. فانا عملت حساباتي كمستثمر في التكلفه انها 5 جنيه. المحافظه او الهيئه يعني خدت قرار انها من ابو 30. من ابو 30 ففي 25 جنيه. طب 50 وده قال 47. صح. عشان كده لو احنا فكرنا او خدنا الموضوع بمنظور كويس هنلاقي ان في محافظات جاذبه للاستثمار ومحافظات طارده للاستثمار. لما نحلل المحافظات الطارده للاستثمار هتلاقي من احد يعني الاسباب هي زياده تكلفه الصناديق الخاصه فيها على المستثمر البرجي. ده شيء بالنسبه لي مش مفهوم اطلاقا، لان انا مش عايش في اتحاد فدرالي. وبالتالي مش كل محافظه ليها لوائحها وقوانينها الخاصه بيها. في حاجه اسمها ان انا مش اتحاد فدرالي، انا دوله امه واحده موحده جوايا مجموعه من المحافظات، هي تقسيم اداري تابع ل الدولة الأم والعاصمة المركزية القاهرة بحكومة واحدة، ما هياش حكومات فيدرالية، برئيس واحد، ببرلمان واحد. أنا ما عنديش برلمانات في ولايات يعني، وده بالنسبة لي شيء غريب جدا. خلوني أستأذن هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل تحديدا عايز أسأل دكتور أيمن إنه مسألة التعدد في التقدير بتاع الرسوم من محافظة لمحافظة، طب لو افترضنا إنه ما فيش هذا التعدد وإن كل واحد، ايه اللي بيحول دون ان انا يبقى في عندي ورقه بتقول انا هعمل مصنع شفاطات، لا مش شفاطات كهرباء حتى، ده انا يعني بقول اقتراح ادفع، هعمل مصنع شفاطات بتاعت علب العصير،
شاليمو عشان الناس الكتاكيت. انا هعمل ايه؟ هدفع كام؟ انا عايز هدفع كام؟ عايز جدول يقول لي هدفع كام بس، مش من الى المبلغ اللي هيدفع. فاصل ونكمل الكلام. أنا عندي حدوتة معينة متعلقة بمصنع الإضاءة مش هقولها لكم، هبقى أحكيها مع ضيوفي وإحنا بعد ما نخلص الحلقة. أرحب بضيوفي مرة تانية وأرجع الدكتور أيمن محسب. كنت بقول فكرة التعددية في الرسوم تبقى من تختلف من محافظة إلى أخرى، ده شيء بالنسبة لي مذهل ومخيف. ده واحد. اتنين، إنه إيه الحائل دون إنه أنا هعمل مصنع الشفاطات بتاع علب العصير، والله دي الضرائب بتاعتي، دي الرسوم اللي أنا هدفعها، بس ايه اللي يحول دون ان ده يبقى موجود؟ هو الحقيقه كلام حضرتك طبعا منضبط اكتر من الواقع اللي احنا بنعاني منه كلنا، وسيادة النائب عارف الكلام ده. احنا ازمتنا مع المستثمر ان هو بيجد ضبابيه في حساب تكاليفه، وحتى لما بياخد بيانات ترتبط بالتكاليف ويعمل لها دراسه الجدوى بتاعته ويتفاجئ ان الواقع مختلف تماما. اللي بيخلي المحليات او المحافظات كل واحده تقدر من صناديقها الخاصه ارقام تخصها، ده شيء الحقيقه ما هوش منضبط الى حد كبير. يعني كل محافظه بتشوف مواردها شكلها ايه واحتياجاتها ايه، وبتشوف صناديقها الخاصه اللي هي هتحط عليها الرسوم، اللي هي فرض الرسوم، يعني تحط الارقام من وجهه نظرهم المناسبه. ما فيش فكره ايه يعني، ما فيش فكره شمول الموازنه باللي احنا اللي سيادتك تقصده يعني، او ان ازاي الموازنه العامه تكون ارقامها منضبطه لكل المناحي او حتى بشكل قطاعي. يعني لو اتكلمنا مثلا عن القطاع الصناعي قد يكون رسومه مثلا قد كذا، قطاع الزراعي قد كذا، بتبقى معممه في جمهوريه مصر العربيه. يعني ادي ابسط حل، ده مش موجود الحقيقه يعني. ودي ازمه كبيره جدا بتخلي ان في محافظات زي ما كان سياده النائب كان بيتكلم جاذبه للاستثمار، تكلفتها قليله جدا، ومش فاهمين حته الاستثمار قوي كمحافظ، مش في دماغه هو مثلا في حته ساحليه، هو مثلا في مكان قايم على الزراعه، يروح عنده تكاليف الانتاج المرتبطه بالصناعه قليله ويفرض رسوم قليله، فيجي له ناس تستثمر عنده وبوظ الاراضي الزراعيه عادي جدا، وننشئ مكانها اماكن صناعيه ونلوث البيئه. الناحيه الثانيه هو بيخلق جذب لكن في نفس الوقت بيبوظ حاجات ثانيه، بيدمر طبيعه. عشان كده اتكلمنا ان كان من اكبر الازمات قبل الحوار الوطني في مصر ان ما فيش خريطه استثماريه لمصر واضحه. خريطه استثماريه تقول ان المكان ده اساسا يصلح لايه، المكان ده اصلا في ايدي عامله ولا ما فيهوش، هذا المكان الاقرب ليه لو حتى بنتكلم عن التصنيع الزراعي ولا التصنيع في مواد خام محدده. لو نزلنا مثلا في اسوان في هناك حديد موجود، طب نشتغل تعدين، طب نشتغل في سينا تعدين. حتى الامور البسيطه دي ما كانتش موجوده قبل الحوار الوطني. ومن اهم ما يميز الحوار الحقيقه ومكاسبه ان احنا مسكنا الخريطه اللي كانت معموله بشكل ايه، عندنا المنطقه دي فيها منطقه صناعيه الف ومنطقه صناعيه ب، طب الانشطه اللي جواها ايه؟ كل الانشطه. طب الانشطه مش مرتبطه لا بالتربه ولا بكثافه العماله ولا بطبيعه المنطقه والعاملين اللي فيها ولا سكانها اساسا. فالحقيقه كان ده يعني كلام ملخبط. النهارده احنا خرجنا من الحوار بايه؟ خرجنا بشكل خريطه منضبط لحد كبير، وبتتكتب توصياتها دلوقتي وهتروح للسيد وزير الصناعه، وهو كان برلماني صديق طبعا وراجل محترم جدا الامانه يعني، وشاطر وذكي يعني. هو يعني ماسك في فتره صعبه ربنا يعينه، الا انه هيتفهم ان احنا بنتكلم فيه انه كان بيعاني زينا يعني. الحقيقة دي هتبقى، أنا فاكر وهو يعني في آخر كلمة ليه قالها في المجلس وهو رايح يتولى بقى منصبه كوزير، قال لما أبقى جيلكوا بالراحة عليا شوية. الحقيقة خريطة مصر الصناعية دي، خريطة مصر للاستثمار عموما، دي أحد مكاسب الحوار الوطني، وأعتقد إنها هترسم يعني ملامح جيدة أمام المستثمر المحلي اللي إحنا بنفضل نقول طول عمرنا المستثمر المحلي لابد أن نحتضنه، لابد أن نطبطب عليه لحد ما تقوم الصناعة، لأن هو حقيقة هو يعتبر من وجهة نظر رجال الأعمال هو الطعم، هم بيقولوا كده، هو الطعم المستثمر الأجنبي. هذا المستثمر المحلي إن لم ينجح في بلده من الصعوبة بمكان إن المستثمر الأجنبي يبص عليك برضه الحقيقة يعني. طبعا فرق العمر اللي اتكلم عليه سيادة النائب هو احد يعني، بالرغم من كل عيوب فرق العمله والتضخم الرهيب اللي احنا عايشين فيه عشان الدولار ارتفع علينا بالمنظر ده، الا ان ده عمل نوع من جذب الاستثمارات لمصر هايل، لان انت اصبحت بالنسبه له ارقامك في الاستثمار رخيصه بالقياس لدول تانيه كتير، فانت بقيت برضو في فرصه حقيقه، بس اداره جيده مع فرصه ننجح ونعدي من الازمه، وده اللي احنا لازم نديرها بالمظبوط. طبعا طبعا حساباتنا تبقى طيب. أنا هنا هاخد الكلام اللي قاله لنا الدكتور أيمن
وهفكر في انه طب المستثمر الاجنبي بيجي لي علشان انا فرصه استثماريه جيده غير مكلفه بالنسبه له باعتبار انه جاي من بره. طيب المستثمر المحلي مفترض انه حتى بعيدا عن انه مش جاي من بره ومش جاي معاه دولارات، ما هو انا برضه فرصه جيده للاستثمار داخل البلاد، لانه عمليا تكلفه الانتاج هتبقى اقل كتير، وبالتالي تكلفه التصدير هتبقى اقل، ومن ثم هو هيكسب اكتر. ايه اللي بيدفع يعني النهارده لما الاقي الناس الطلاينه جايين، وبعدين من يومين الاقي مستثمرين مصريين مسافرين رايحين يستثمروا بره، فعلا مش فاهم المعادله يعني، وبرضه مش مقنع بالنسبه لي مساله اصل علشان الرسوم الكتير. طب هو الاجنبي برضه عنده رسوم كتير، اصل الرسوم بتبقى مختلفه من محافظه لمحافظه، والاجنبي الرسوم بتاعته مختلفه من محافظه لمحافظه، اصل في حاجه ناقصه. ما هو يا اما الناس اللي بتاخد بعضها وبتسافر قاصدين يضايقوني او يضايقونا، او مش قاصدين وفي شيء ما قد يكون اكثر جاذبيه، او انه والله ما بقيت عارف، انا تهت. طيب خلينا نتكلم بصراحه، هي ليه الناس بتخرج من السوق المصري؟ لان الاسواق الخارجيه المنافسه لينا دلوقتي المحيطه لينا وفي المنطقه العربيه بالذات اصبحت عندها مش مرونة، أنا أقدر أقول عليها سيولة في الحوافز الاستثمارية. عندهم يعني باكج كبيرة جدا، سرعة الإنجاز في التخصيص 36 ساعة تفتح الشركة، سهولة دخول وخروج الأموال، فكرة الموافقات والتصاريح الإجرائية والأمنية برضو عندهم لكن بسرعة أفضل. عندهم تخطيط هو عايز يروح فين. وده اللي احنا محتاجينه الحقيقه. يعني كان بيتكلم عليه دكتور قال الخريطه الاستثماريه، ده خريطه استثماريه دي عشان انفذ، انا المفروض لازم احط استراتيجيه اعلى. التصورات بتاعتي انا رايح في الحته دي. مصر عايزه تبقى فين في الصناعه؟ مصر عايزه تبقى فين في الزراعه؟ انا عايز ابقى ايه الميزه النسبيه اللي عندي؟ انا بجذب استثمارات في ايه؟ هل انا بشتغل في المناطق اللوجستيه والخدميه عشان قناه السويس والمنطقه الاستثماريه اللي هناك، ولا انا بشتغل على تداول الحاويات؟ فعشان كده مثلا احد الشركات العالميه بتعمل عندنا منطقه كبيره لتبادل الحاويات وكمان تمويل السفن. اذا انا لازم احط الخريطه المصريه قصادي واشوف ايه مميزاتي وبالبلدي كده العب بيها في وسط السوق. ده لو حصل وبقى فيه إرادة لده، ولازم يبقى عندنا ناس، أنا آسف الموضوع ما فيهوش بقى يعني ناس بجرافطات، الشغلانة دي ليها ناسها لازم أجيبهم، دول متخصصين. رئيس هيئة الاستثمار يجب أن يكون لديه رؤية واسعة وكبيرة جدا في التسويق للاستثمار. مكاتب التمثيل التجاري لازم ابتدي اقعد معاهم، عاملين مجهود كبير جدا، لازم نحييهم. انا اجزم ان احنا عندنا مكاتب تمثيل جبابره، اجزم، وبينجحوا وبيجيبوا مستثمرين، بس للاسف لما بيجي هنا بيقابل بقى البيروقراطيه، فنيجي نقول له انت عندك شباك الواحد، هو شباك واحد بس بقف قدامه قد اللي بقف قدام 20 شباك تاني، فهي هي تكلفه الوقت. فيعني كل الحاجات دي اذا احنا حطينا الأمراض اللي عندنا وبدأنا نعالجها، أظن إن إحنا هنوصل لخريطة استثمارية تنافسية في المنطقة كلها، وإحنا موقعنا الجغرافي يساعدنا إن إحنا نبقى يعني في قمة المنطقة دي اقتصاديا. أنا أولا خلوني أشكركم جدا وأعتذر عن الوقت الضيق جدا كمان، وحقيقة نتمنى إن إحنا يعني نعتبر إن إحنا فرع كده منبثق بالحب برضو من الحوار الوطني، نعرف ان احنا نقعد هنا، لان الموضوع ده بالنسبة لي مهم، لانه وانا بختم انا هبقى بطرح دايما سؤال. ادعي ان احنا عندنا مخزون تعديني من الليثيوم جيد جدا قوي خالص، وادعي ان انا عندي مخزون تعديني من الفوسفات جيد جدا قوي خالص، ادعي، مش بقولك اجزم اهو. أنا ما عملتش لحد دلوقتي مصنع بطاريات للعربيات ليثيوم فوسفيت اللي بيعملوها في الصين، اللي هي دي المرحلة اللي من بعد الليثيوم آيون. ليثيوم آيون ده كان زمان،
دلوقتي بقى ليثيوم فوسفيت. طب ده انا عندي حلو، سيبك من قصه هعمل مصنع العربيات ولا لا، خليك بس في البطاريات. اصلا عشان اشتغل في مصنع العربيات وانا ظهري مسنود ومالي مركزي جامد قوي، لازم يكون عندي مصنع البطاريات. طب ازيدك من الشعر بيت، عندنا دوله عربيه شقيقه تصنع عربيات، عندها تارجت 1,000,000 عربيه في السنه. فقال لك انا عايز اعمل مصنع لتجميع البطاريات، تجميع السيلز جوه بطاريات علشان احطها في العربيات، بس انا ما عنديش ده، فهعمل بس مصنع تجميع مش مصنع للبطاريه على بعضها. اهلا وسهلا، انا اللي عندي الليثيوم وانا اللي عندي الفوسفات وانا اللي عندي نو هاو وعندي امخاخ وحاجه عسل، اروح انا اعمل المصنع بتاعي، اوفي احتياجاتي المحليه عشان مصنع العربيات بتاعي، واصدر لاخواني التانيين اصحابي دول اصدقائي، فدلهم، يبقى انا صدرت وطلعت فلوس. السؤال بقى، الا يوجد مستثمر رشيد خالص؟ الا يوجد بينكم مستثمر رشيد؟ دول 2,000,000,000 دولار يا ناس طيبين، ده حجم الاستثمار، يعني ما تتحطش على الترابيزه. ضيوفنا الاعزاء ادرى مني بده، مش بتتحط 2,000,000,000 يلا هم على الترابيزه اهو، ده حجم استثمار بيدفع على سنين. ما عنديش خالص. امال عندي ان انا اشتري مصانع بره ب 300 و400 مليون على الترابيزه؟ والله العظيم ما بفهم. اشكركم جدا على حسن المتابعه، دكتور ايمن محسن نورتنا وشرفتنا. يعني مش عارف اقول لك ايه، اكمل بيه نورتنا وشرفتنا، اكمل بيك نجاتي، ما بين النواب وما بين الشيوخ، فانا حظي النهارده يعني ايه بومب البومب. ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. طولت عليك يا كيمو، اما احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.